J'ai la même pièce de la cuisine. مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من بولانوار نواحي مدينة خريبكة. مرحبا بخوتي، يلا ندخلوا جميع لهذه البراكة ويا ربي ندخلوا ليهم بالربح، يا ربي ندخلوا لهاد السيدة بالربح يا رب. نتمنى كل شيء بارطاجي هذا المباشر، نوصلوا المعاناة ديال أمي فاطمة. أمي فاطمة أرملة كتعيش الفقر ديال بصح، أمي فاطمة ما عندهاش حتى كروسة باش تعمر الماء. لاحظوا معايا كيفاش مهرسه، راه دابا الشتا كتصب ما قدرش نخرج نبين لكم. شوفوا حتى الكروسه مهرسه، يعني كتمشي كتعمر بجوج بيدوزات وتبقى توصل. لاحظوا معايا، وعاد دابا خوتي راه الشتا دابا كتصب، امي فاطمه كتعرض للسطوله والبانيوات كما كتلاحظوا معانا. هاد البلاصه كتقطر، هي دي معرضه ليها بانيو لان القزدير كيقطر على الفراش على الكوزينه ديالها. لاحظوا معنا مشاهدينا، وها هي اليوم بغات توري لكم المعاناه ديالها، وقالت واحد الكلمه، قالت لك اليوم ما عيطت لكم ترديت وجهي اللور. غادي نرجع نقول لكم ماشي ساهل باش توقف امام الكاميرا وتقول بغيت اللي يعاونني. هذا هو علاش كنقول قدروا الظروف، عاونوا داك الانسان اللي كيطلب المساعده، راه تيكون كتكون واصله ليه العظم، يعني راه ماشي ساهل باش تخرج وتقول بغيت لي يساعدني. لاحظوا معنا اخوتي مشاهدي قناه شوف تي في كيفاش معرضين يعني السطوله تحت القزدير باش البلايص كاع اللي كيقطروا في البيت كيتحاول انا تعرض لهم السطوله باش ما يفزكش ليهم الفراش. القزدير اخوتي كلهم صدي، يعني كله تيقطر ليهم على الفراش ديالهم. نتمنوا مشاهدي قناه شوف تي في تبارطاجيو هذا المباشر، ما نخليوش امي فاطمه ناعسه ولا تحت منها، ولا ناعسه ولا تيقطر عليها، ولا تفيق وتلقى فراشها كامل سرد بالماء ديال الشتاء. كذلك مشاهدينا هاد البلاصه هادي، يعني الا بغاو يمشيو غير للطواليط باش يمشيو للطواليط، حتى كيدوزوا على هاد البلاصه هادي اللي معريه ما مسقفاش، الشتا تصب عليهم. بحال دابا الا بغاو يدوزوا للطواليط كما كتلاحظوا معانا حاشاكم، ها هي خص يدوزوا على هاد البلاصه حتى يسردوا بالشتا وعاد يدخلوا للطواليط. هادشي اللي بغات امي فاطمه اليوم توريكم خوتي فهاد البراكه المتواضعه والفراش والمواعن، يعني على قد الحال، بغاتكم تشوفوا من حالها. وحنا خوتي غادي نعطيوها تعاود ليكم وتحكي ليكم الظروف ديالها. تفضلي امي فاطمه. بسم الله. انا مزعقت عليك يا اختي، تحكيت بزاف. راجل ملت ليا 14 عام باش ملت ليا الراجل، وراه الغالب الله راه كنمشي مع ديك الخمسه ديال الصباح كنجيب ديك 800 كندير ليها، وعدي الوليدات، عدي ربعه الوليدات باقيين على صغار، كنغامر معاهم كنقريهم، ما صباش نقريهم دابا والحاله ضعيفه، كنطلب محسنين يعاونوني اللي عندي شي حاجه يعطيها ليا. انا باغا الزيت، واخا تكون قديمه تجيبيها ليا، باغا الثلاجه، باغا فران، باغا كروسه، باغا ماكينه ديال الصابون، باغا الغطا، باغا الفراش. راه ما عنديش اخوك يعاونوني، الله يرحمك مع الوالدين المحسنين، كنطلب المحسنين يعاونوني. انا مرا ما عنديش راجل من 14 عام، والغالب الله ما شفت نجبد العيد لا رجل لا والو. نعم انتي يعني، وبالنسبه لهذا القزدير اللي قلتي لي، والقزدير كله غربال واحد كيشتيح، كل كوزينه كل بيوتها، طواليط ما كنسم من دوز ليها، قطره علي راه المرح كله عريان، البيت وراني هذاك ديال المرحوم الله يرحمه غربال واحد، كله زان قرشا ليا، ما لقيت باش نسقف، ما لقيت باش نهز راسي نقول نسقف ولا شي حاجه. الغالب الله المحسنين عاونوني، الله يرحمكم على الوالدين. راه ما عديش، راه ما عقدت عليها تا خليت وجهي ورايا عاد غقلت عليها، راه الغالب الله. نعم امتي انا كنسمع دابا الشتا بدات، يمكن انايا شوف السطوله بداو تيقطر عليهم. نعم مشاهدي قناه شوف تي في، فعلا صراحه صعيب باش انك تنتفض، يعني كتقول ربما اربعه د الحيوط حاميين لي، ولكن الشتا فوق منك كتقطر، يعني في اي بلاصه معرضه بانيو معرضه
دابا الشتا تبارك الله راه كتصب هنا في بولانوار نواحي مدينة خريبكة. لاحظوا معانا، سمعوا سمعوا سمعوا، هاي هي القطار كيتجمعوا عاد كينزل ياك، دابا حيت شتو نزل خط واحد. هاي مازال، هاي القطار. لاحظوا لاحظوا مشاهدي قناة شوف تي في القصدير، كما قالت غربال ميت، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم هيا خوتي تناشدكم اللي بغى يعاونها، وقالت واحد الكلمه مسكينه قالت لك اللي تسخى باي حاجه، انا ما كنطلبش جديد. لاحظوا لاحظوا لاحظوا، يعني صعيب صعيب باش تبقى هكا وتبقى تقطر عليك. دابا معرضه هاد البانيو هنايا، اذا مشاهدينا قالت لكم اللي سخب شي حاجه يجيبها ليا، ما طلبتش جديد. اللي عنده ماعن زايدين يجيبهم ليها، اللي عنده ثلاجه راه هادي خاسره، حلي مامتي الثلاجه وريها ليهم، راه خاسره ليها هاد الثلاجه. شنو خاص هاد الثلاجه باش تصاوب؟ صاوبتيها وقال صافي مابقاش عندها الموطور. شنو قال لك المعلم؟ المعلم قال لي صافي مابقاش تخدم هاد الثلاجه، المهم تيشوف لك شي واحد ولا عاطيش واحد ياخذها لك، انا ما لقيتش جديد باش ناخذها. شنو درتي لها الموطور؟ درتي لها الموطور، خدتي الموطور ب 16000، وعاد جمعته عاد بالشبكه ولا قلتو وخدتي الموطور. ساعه ما خدم ما خدمتش ليا، راه تلاحت وبركت. ماكينة تاع الصابون تجي ما عنديش، الفران ما عنديش. هاد الماكينة تجي ما تجي خاسرة، لا تجي خاسرة، خاسرة تجي خاسرة، كل شيء ما عنديش. المهم راه محقت معاك قلت لك تخليت وجهي ورايا، راه الغالب الله راه ما لقيت باش نفدفد، ما لقيت باش نتحرك، كنطلب محسنين يعاونوني، راه انا ما عنديش راه باش قلت لك هادي مع 14 عام، والغالب الله المحسنين انا ما قلت عليها حتى خليت وجهي ورايا. ارحمك مع الوالدين. وصلت العظام، وصلت العظام بزاف. بعض المرات كنقرر ديالي ما نصيب باش نتقدى ليهم، ما نصيب باش ناخذ المكتوبه، ما نصيب باش نكسيهم، ما نصيب باش نصبطهم هذوك المحفظات والو. واحد الدريه مسكينه راه مغامره معاه بزز باها، مي قلت ما بقى حيه، ما نصيب باش نغامر معاه. بنت بنتي هي مربيه، مربيه صغيره، شتا صغيره ربيتها، شتا صغيره كبرتها انا، دوك انا بحال عزيزه عليا من دون خوتها كاملين. مربيتها ربيتها ربيتها على صغيره، وبقى الحي المدينة ما صوتهاش ليها، الغالب الله ما صفاش تبعت الحي المدينة، بقى ما صوتهاش ليها، والغالب الله الخوت. هادشي من الحق دابا ما قلت لك تضريت، عاد انا عيطت، تضريت بزاف، وعدي المره راه ما صفاش نحيدها، راه محنان وصابره. بعد المرض ما كنعش كاع في الليل، العم غنعيط من قال حماري حاشاك مات، راه الغالب الله راه ما عديش والو، راه ما استنفد لا يد لا رجل، راه ما جي ما عقدت عليك حتى حكيت العظام عاد عقدت. فعلا انا مهمتي راه الواقع تيبين، وحنا كنشوفوا على المباشر القطره على المباشر. دابا دابا حاليا خوتي راه كتصب الشتا، هذا المكان هذا لاحظنا في هذه البلاصه القصدير كيتجمع الماء وتيبدا يقطر بحال طلق شيروبيني. لاحظتوا؟ عارف الصورة واضحة، ولكن الواقع هو هذا خوتي. اللي حس بيها وعنده باش يعاون ما يبخلش، اللي حس بيها أرملة مسنة، اللي حس بيها راه غادي يعاونها باللي قسم الله، سوا ماعن سوا فراش سوا عندك ثلاجة صغيرة عاونها بها. قالت لك الثلاجة صافي، قال ليها المعلم ما بقى فيها، دارت لها الموتور قال لها دابا صافي ما بقى لك ما تصلحي فيها. اللي قدر عنده شي ماكينة الصابون حتى هذه راه قالت لك خاسرة ليها. ما عندكش فران، فاش كطيب؟ والبوطه هذه هو صافي فاش كطيبي؟ عندي هذه وهذه صافي، عندي خاوله دي خاوله باقي كلش عامره. لا ولكن شي داك الطويل الريشه هذا هو دابا فاش طيبي صافي. عندي هذاك صافي، لا عندي زعما راه ما عندك عليها حتى لا اله الا الله. يدير الله خير اميمتي، يدير الله خير. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، في كل مكان كنلقاو بانيو، كنلقاو سطل باش يتعرض للقطره ديال الشتاء. الفراش هو هذا راه حتى حاجه ما مخبيها، كلشي كتشوفوه على المباشر. هادشي اللي كاين، يعني اللي عنده شي فراش، اللي عنده شي غطاء، اللي عنده اي حاجه يقدر يعاونها بها. قالت لك ما محتاجاش جديد، شوف غير في دارك الا عندك شي حاجه تقدر تصدقها جيبها ليا، يعني ما لقات باش تفرش ولا باش تغطى ولا باش تصرف ولا باش تصلح. مهمتي دابا بالنسبه ليك انت الا بغيتي تصلحي قانونيا السيد القائد، واش عندك الحق تصلحي؟ لا عندي حق نصلح، شي يتعدوا اللي تبغي تصلحي حيت غنهكدوا عندك نصوروا المحل، غير هكدوا عندي. شحال من سنه انت ساكنه في هذه البراكه؟ وراه معدي شي 24 عام. 24 عام وانت في هذه البراكه؟ باش مات المرحوم، المرحوم دابا عنده 14 عام، كنا في 16 ساكن وجابنا هنا لخريبكه.
يعني 24 عام، يعني الاصلاح السيد القائد غيعطيك ديري الاصلاح. اه قال لي صالحي. ان شاء الله شي محسن يدير لك القصدير غادي يكون. اه لا غيكون صلاح، هاي القائد ولد تشكى كل شيء. قال لي صالحي شي تعدو، قال لي واخا الا كان شكل عندك القطره صالحي. نعم. قال لي شوفي عم يصلح لك هادشي غياش. نعم. قال لي شوفي عم يصلح لك، ما عندك شي شوفي شي واحد يصلح لك. نعم. انا ما عنديش الغال والله. الحمد لله اللي يخطي علينا المحسنين اللي تيسخرهم الله للفعل الخير. ما يعني الاصلاح عادي، يعني غادي يعطيها السيد القائد الاذن والرخصه باش انها دير الاصلاح، خاصها غير المحسنين اللي يتعاونوا معها ويحسوا بها. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي غادي نذكركم برقم الهاتف ديالها. لا تي ممكن نجبدوا من الصوت التليفون. انت ما حافظاش نمرتك خلاص ياك. يلا صبري نجبد النمره ديالك ونذكر بها. اذا مشاهدينا رقم الهاتف، رقم الهاتف ديالها 07، ركزوا معايا اخوتي، 07 00 38 99 96. مشاهدينا عاودوا سجلوا الرقم عندكم، الله يجازيكم بخير. بغينا نعاودوا نرجعوا ان شاء الله لقومي فاطمه تسقف ليها وتصلح ليها، تصلحت ليها هاد البراكه هادي، وكذلك هاد المكان هذا حتى هو يتغطى. يعني كما قلت لكم الا بغاو غير يدوزوا للطواليت خص حتى يفزقوا بالشتاء او يسردوا بالشتاء عادي يدوزوا لهذيك الطواليت. كذلك اللي عنده شي كروسه ولا قدر يشري ليها كروسه، دابا حاليا الشتاء كتصب، يعني غير باش نخرج ليها نصور لكم صعيب في هذا المكان هذا. لاحظوا معنا الكروسه تهرست ليها، فالا بغات تجيب هاد البيدوزات هادو خصها تمشي دابا للسقايه باش غادي تعمر، فكتجيب غير جوج بيدوزات وهي كتوصل. يعني الا كانت كروسه يكون احسن، تسهل عليها التنقل ديال هاد باش تجيب هاد البيدوزات هادو. نتمنى ان شاء الله نعاودوا نرجعوا لعندها ونلقاو يعني دويرتها تحسنات والوضعيه تحسنات، القصدير تبدل، كاين فراش زوين. ان شاء الله باذن الله نحاولوا نكونوا لها سبب يا رب باش ندخلوا لها الفرحه. 07 00 38 99 96. اعيد 07 00 38 99 96. هذا رقم الهاتف ديال اخوتي اللي بغى يتواصل معاها. وجزاكم الله بالف خير. كنتم على المباشر من بولانوار اللي كتبعد على مدينه خريبكه بشي تقريبا 5 كيلومتر. حنا كنتواجدوا دابا في الدوار ياك، هذا نيميرو 2، دوار نيميرو 2. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء. نعم. نعم مونتي.